مهارات الإعلام الرقمي الثقة بالنفس، تتراوح درجاتها وتوافقها مع الذات. فالغرور ليس كالثقة بالنفس، ولكن هي قدرة الإنسان على معرفة قدراته ومهاراته وإمكاناته وتحليلها وتوجيهها واستمتاع بها وتوظيفها لمصلحته. من أبرزها الاهتمام بالمظهر. كثيراً مهم الاهتمام بالمظهر، وتواجدك ضمن المجتمع بإطلالة جميلة يحفزك على رفع ثقتك بنفسك. النقطة الثانية هي لا تقف أمام لحظات الفشل. كل منا يغلط ولا أحد يستمر في الغلط. تعلم منها درساً جديداً وخذها عبرة، ومنها قوي ذاتك، عزيمتك، جهدك. رابعاً التفكير الإيجابي، لنجعلها إيجابية ونتخلص من السلبيات. تواجد صديق محل الثقة يرفع معنوياتك من أفضل الخيارات. العلاقات الاجتماعية، يجب أن نختار علاقتنا مع الأشخاص الجيدين من الأهل، الأصدقاء، وأيضاً زملاء العمل. للعلاقات قيمة كبيرة في رفع مستوى ورفع ثقتك بنفسك، وخاصة إذا كنت من الأشخاص أو الشخصيات المميزة. التميز وتحمل المسؤولية. أنت تتميز بمهارة عن غيرك ترفع من ثقتك بنفسك. هذا ما يجعلك سهلاً للتعامل، وأيضاً تبني الثقة من الجميع، وجميع من حولك يثق في رأيك. أما بالنسبة للتطور والدورات التدريبية، فعليك، وهذا من الضروري، أن تتعلم لغة جديدة، قراءة موضوع جديد، والكثير من هذا ممكن أن يكون ويدعم في تطوير ذاتك. وما عليك سوى قراءة في أشياء التنمية البشرية لزيادة الثقة ورفع مستوى التعلم. المشاركات الاجتماعية ضرورية، فعليك أن تكون ضمن المجتمع تعززه وتعطيك تعزيز الثقة بنفسك، وتعلم وتساعد الآخرين. وهذا في النهاية التمارين الرياضية، ما عليك سوى أن تنمي صحتك وتحافظ عليها. وهنا يأتي رمز الثقة بالنفس، هي أنت. بالتوفيق أصدقائي.